اتصدرت الفنانة مريم الخش الترند بعد احتفالها بحفل خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني وانتهاء حياة السنجلة، وتفاعلت الجماهير مع صورها بشكل كبير ووصلها آلاف التهاني والمباركات على السوشيال ميديا. تعالوا أقول لكم مين هي مريم الخش ومين هو والدها الشيف المشهور، وليه هددها بصورة قديمة ليها، وليه هي أشهر صوت في مصر بالرغم من إنها مش مطربة. تابعونا للنهاية. بعد الاهتمام الكبير من الجماهير بحفل خطوبة مريم الخش على شاب من خارج الوسط الفني، وأطلت بإطلالة بسيطة عبارة عن فستان باللون الأزرق السماوي، وارتدت حذاء بنعل شفاف وبدلته بعدها بحذاء رياضي لسهولة الحركة، بدأت كتير من الجماهير تسأل عن مريم وتفاصيل حياتها. مريم عماد الخشت اتولدت يوم 29 يناير سنة 1985 في القاهرة. والدها يبقى الشيف عماد الخشت اللي بيقدم برنامج طبخة ونص على قناة سي بي سي سفرة المصرية. والدتها هي الكاتبة والممثلة الصوتية ومحركة العرائس المسرحية زينب مبارك. دخلت مريم عالم الدوبلاج الصوتي في مرحلة الطفولة وقدمت دور ويندي في فيلم بيتر بان، وتخرجت مريم من كلية الفنون الجميلة، وبعد كده اشتغلت في إذاعة الراديو ميجا اف ام، وبعدها بفترة اشتغلت في تصميم الملابس. وفي يوم وليلة لقت مريم نفسها أشهر صوت في مصر لما أدت صوت خدمة العملاء في شركات الاتصالات. أهلا بك في الخدمة الصوتية، شكرا لاتصالك بخدمة العملاء، عفوا اختيار غير دقيق. للغة العربية اضغط 1. شكرا لاتصالك بخدمة العملاء، سيكون أحد مندوبين معكم. مريم الخشت لسه مستمرة في أدوار الدوبلاج والأداء الصوتي مع شركة ديزني، وقدمت أعمال كتير، ومن أشهر الأعمال دي دور كوليت في فيلم الفار الطباخ، والأرنب جودي في فيلم زوتوبيا. وفي سنة 2017 ما كانتش تعرف إن مصيرها كله هيتغير بعد ما قرأت منشور على الفيسبوك للفنانة أمينة خليل اللي كانت بتسأل عن حد عاوز يمثل، وتواصلت معاها مريم ووافقت تجرب، وقدرت تلفت انتباه المنتج والمخرج محمد شاكر خضير من أول لحظة، وشاركت في مسلسل لا تطفئ الشمس بدور شهيرة، وده كان أول تجربها في عالم الفن. وبعدها شاركت في الفيلم القصير ما تعلاش عن الحاجب، وقدرت تلفت انتباه كل الجماهير، وشاركت بعد كده في مسلسلات الجزء الثاني من كلبش وليالي أوجيني وليلى والآنسة فرح. وفي 2019 نشرت مريم الخشت صورة قديمة ليها وهي طفلة، وكشفت عن تهديد والدها: أبويا بيقول لي هفضحك بالصورة دي، فأنا هتغدى بيه قبل ما يتعشى بيا. مريم الخشت من أكتر الفنانات اللي بيدافعوا عن حقوق الحيوانات، ودايما بتنشر فيديوهات توعية، وطلبت المنظمات الدولية رفض التجارب اللي بتتعمل على الحيوانات. وكان آخر عمل فني شاركت فيه مريم كان مسلسل عملة نادرة مع نيلي كريم اللي تعرض في رمضان 2023. بنتمنى كل التوفيق ودوام السعادة للفنانة مريم الخشت.